حياكم الله من المطبخ. اليوم نبي نستبدل الفطور، نبي نصلح سحور كبسة لذيذة. نحتاج الدجاج يكون مقطع إلى أرباع، طبعا فلفل حار وزنجبيل شرايح، ملح وبهارات مشكلة وكركم، وعندنا هنا البيبي بوتيتو والبطاطس الصغار والقرع مقطع كذا يعني نص ونص، لا هو بكبير ولا بصغير، شوي زيت والبهارات العدلة وثوم وشرايح بصل وشرايح طماط. بالبداية بنحط شوي زيت بقاع القدر، بنحط البهارات العدلة تحت بسم الله، وبعدها شرايح البصل تحت، نزلي الثوم، وبعدها الثوم بالملعقة، وبعدين شرايح الطماط. جزء من البهارات المشكلة والكركم والملح برشها على الطماط والبصل، وبعدين الدجاج بيكون كذا على الظهرة، بحط الدجاج على الظهر مثل ما تشوفون، وبعدين بنحط الخضار اللي هي القرع والبطاطس، وبعدين الباقي من البهارات اللي قلت لكم المشكلة والكركم والملح نفس الشيء برشها على الخضار والدجاج، وبعدين الفلفل الحار وشرايح الزنجبيل، وخلاص انقلها عاد الحين على الفرن. نقلتها الآن للفرن، بخليها على نار مهيب هادية لكن ما تكون عالية ولا تكون عاد ميتة، بين وبين تقريبا بتاخذ لها 40 دقيقة أو لين يستوي الدجاج. خليت الدجاج والخضار يستوي على مهله، وجيت هنا نصلح الكشنة اللي بنحطها فوق الرز. حطيت هنا شرايح البصل مع الزيت، قلبتها تشوفونها بدأت تذبل شوي. ضيفت لها الآن خضار مشكلة عندي مفرزنة، فاصوليا مقطعة صغار وبازلة وجزر، احركهم مع بعض لحد ما تبدا تذبل. بعد ما استوت الخضار مثل ما تشوفون، بضيف لها الان شوي زبيب وشوي كركم والبهارات اللي تستخدمونها مع رشه ملح ورشه سكر، احركها مع بعض شوي، وبعدين برشها ببخاخ الزعفران، سبق اني اخذته من نفحه جود، يجنن يا بنات هالبخاخ، بعطيها يعطيها لون بس شفتوا يجنن هالبخاخ. نجي الآن نسلق الرز، حطها طبعا ملح وزيت وعلى موية حارة، الرز مغسول ومنقوع بملح وخل أبيض. طبعا الدجاج كنت حطيته هو الخضار من غير ولا نقطة موية، شوفوا ما شاء الله طلعت الموية حقته، الرز انسلق نص سلقة. بضيفها الآن فوق الخضار والدجاج وخليهم تقريبا نص ساعة ثانية، تشمون الريحة شيء. وبعدين كشنة الخضار والبصل نحطها كلها فوق الرز ونخليه مثل ما قلت لكم تقريبا نص ساعة لـ40 دقيقة على نار هادية، خلوه ياخذ راحته.